خير، كيفك؟ امتحان طيب، مو المشكلة يعني. ثلاث كوردات يا زلمة، ايش مالك؟ تعال تعال تعال. دو ميجر، ري، صول. صعب كثير يعني. ف اوكي، بدك شيء ثاني؟ اوكي، اذا بغلبك اي شيء بترد ترجع لي. اوكي حبيبي. هاي، كيفك؟ كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. شو اخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال. شو عم تعملي؟ كل شيء، عندي امتحان ارمني مع مسيو خليل بعد شوي. بحاول حضر. طب شو بدي احكي لك؟ تساعديني هالشغله؟ اكيد. شو عندي امتحان وفي ثلاث كوردات مش عارفهم، يعني طلع معي اول شيء الدو، بعديها مش عارف ايش راح يطلع معي. هذا هيك كنت خربش يعني، بس انه ما بعرف. اوكي سو عملها دو مينور. حاولت او دو، اسمع شوي. عملها دو مينور، بعدين سول ماجور. بتزبط؟ ايه. شو الو، هاي كيفك؟ الحمد لله انا بالجامعه هلا. اوكي هلا انا جاي. باي. سوري لازم اروح هلا. هلا بدك تروحي؟ ايه البابا عم يستناني. طيب باي. باي باي. كثير تافه، سوري ما جهزنا عن جد يعني، سوري. وانا ما اعرف انه قصه بس على شيء. الو المشهد
روح القلم. مش ما قلت الكلام. لا خلص، هو الفكرة انه بدون كلام. شو بعرفني انا؟ المشهد طويل كتير وكان فقط ميلودراما، يعني هي هيك الأغنية، كان لازم يكون في فيولين بدل البيانو. فيك تسمع الغنية.